خدي نفسي يا جدتي. كمان نفس. اه مش قادرة يا بنتي. خير يا دكتورة؟ ما فيش حاجة يا ماي، بس هي محتاجة شوية تحاليل. أنا عارفة إن أنا هموت. فاطمة تعالي فريح يا بنتي، تعالي فريح يا بنتي. أنا هنا يا ماي، تعالي أنا هنا. تعالي جدي، محتاجين ننقل جدتي المستشفى. طمنيني الأول، حالتها خطرة؟ لا أبدا الحمد لله، بس احنا محتاجين نطمن عليها ولازم تفضل تحت الملاحظة. مش هتوافق تروح المستشفى؟ انت خابرة جدتك زين، ده انت متربية في حضنها، شفتيها خرجت برا الدار؟ في عمرها كله هم حوالي 5 6 7 مرات، 3 منهم زارت سيدي عبد الرحيم الجنة، والباقي الفاطمة بنتها، واجب عملت الواجب مع الناس. بلاش بلاش، الغي حكاية المستشفى دي، حتى لو أجبرناها تروح هتتعب هناك أكتر، أنا متأكد. بلاش يا بنتي بلاها، لو أنت محتاجة حاجة من المستشفى حتى لو أدى الأمر ننقل المستشفى هنا. بعدين أنا عايش إزاي في الدار وبدري مش فيه؟ مقدرش يا بنتي، مقدرش بعد العمر ده، ده عشرة عمر. خلاص يا جدي حاضر، هجيب حد ياخد العينات عشان التحاليل، وأنا بنفسي هتابعها أهلي. الله يرضى عليكي.